الآن يلفت انتباهنا هذا الرجل الذي يقوم بجر هذه العربة بهذا الشكل. أنتم تشاهدون عربة لهذه المرأة المصابة وهي ربما بحالة إعاقة بهذا الشكل. يعطيك العافية. طيب بارك فيك. يعطيك العافية. عافيك. أنا مفروض أنه هذه يعني مفروض كروسة يعني جر أفضل من هيك. والله توجهنا أكثر من المؤسسة وسألنا ما فيش كاريس في خلال اجتياح الخانونس. اجتياح الاحتلال الخانونس لمدينة خانونس في شهر بعتقد في شهر 12 في آخر 12 تقريبا انقطعوا كل الكاريس وانفقدوا من البلد. مش عارف وين راحوا. مش عارف توجهنا أكثر من المؤسسة ما وجدناش الكاروسة. فاضطرينا نعمل الحيلة هذه أو الحل هذا عشان نقدر نودي الحجة ونعالجها في المسجد. هذا الأمر لفت انتباهي. أنا بدي إياك الآن وإحنا نتفرج توصف لنا هذا صندوق دجاج أعتقد. والله هذا صندوق كان زمان بيعبوا فيه الدجاج قبل الحرب. فقسمناه نصين وعملنا أربع عجال. جبنا أربع عجال. يمكن العجلين هذول حقهم 200 شيكل أربع عجال. كل عجوز حقه 100 شيكل. أصلاً الكروسة الأصلية أصلاً كان حقها تقريباً زي هيك. لا الكروسة الأصلية كانت أقل من 80 شيكل. كانت أقل من 100 شيكل الكروسة الأصلية. وهذه كروسة مكلفة. هي كروسة يعني كروسة تعبانة أصلاً وكلفة فوق 200 شيكل. طيب أنت بتجر الحجة. أنا خليني بس أشير لأنه يفترض أنه كروسة بهذا الشكل يعني مفروض أنه كالتي يقوم هذا الرجل يعني بجر والده أو ما شابه بهذا الشكل. مفروض كروسة زي هذا اللي احنا شايفين ما مش متوفر لنا. والله حاولنا أكثر من مرة ما وجدناش. فعملنا الحل بديل. احنا عملنا حل بديل خطر الحج. مش قادر ايش نسوي. الحج عنده قدم سكرية. ولازم تغير يوم بعد يوم في المستشفى. ففيش بديل لنا غير نعمل الحل هذا. كنا الأمر مش رفاهية يعني أنه والله بدي أنا أصنع. لا فيش شيء. فيش بديل. هو عندي كان غير الحل هذا. والحمد لله قدرنا وجدناه. غيرنا مش قادر يوجد غيرنا أصلا. احنا يمكن عملنا بديل. غيرنا مش قادر يعمل بديل. من صعوبات الحرب قصة الكراريس. الرجال هذول 200 شيكل حقهم. مش كل ما بقدر يعملهم أصلا. فالحمد لله ربنا قدرنا وعملناهم احنا الحمد لله. قديش المسافة اللي بتسحبها للحجة؟ والله يمكن المسافة بدها احنا يمكن اخذنا عملنا خيمة قريب من المستشفى. عملنا خيمة قريب من المستشفى عشان خاطر نوفر الوقت هذا كلياته. تقريبا المسافة يمكن بس 100 متر بدها. احنا قلنا خيمتنا. عملنا خيمة في المكان هذا. المفروض تكون ساكنة في شرق خان يونس في منطقة معن تكون ساكنة. لكن اضطرينا ننقل هنا في الخيمة هذه عشان خاطر الغيارات والعلاج في المستشفى. هذه الكروسة في الأرض الوعرة صعب. فيش لا هو الحاجة منطقة معن ما فيش فيها ولا عيادة طبية. فيش فيها أي مركز صحي. فيش فيها أي مقومة صحية حتى نعالج الحاجة فيه. لو بناخذها نقولها على منطقة معن حضطر أجيب كل يوم بعد يوم نقولها على مستشفى عشان أغير لها رجلها. فاضطرينا نقعد في خيمة هنا قريبة من المكان عشان نغير لها. الحجة مثلا لما تزقها ممكن توقع بهذا الشيء. والله الحجة وقعت اليوم وقعت معنا الحجة أصلا. الحجة اليوم وقعت معنا تو على باب المستشفى وقعت. لانه المكان الكروسه مش يعني في المطبات وفي بتتقلوزه او في الاماكن الطلوع والنزول يعني. يا حجه هيني بدي اسمعك. ايش وقعتي؟ قلبونا عاد على وجهي وانا معركه كبيره. قلبتي هناك وقعتي؟ والله للحين ظهري وجعني وصدري وجعني. على ظهري مره على صدري وعلى ظهري. والله ألف سلامة عليك يا مرتين غرابة. ألف سلامة. الله يسلمك. والله أنا تعبان أهيان. مش متحمدة. الحمد لله. يفترض أنه تكون كروسة أفضل من هيك. لكن الله يكون بعونك يا حاج. والله شعدنا تعد شهدي ما وفت طريق خذها مني. قال لا أحد بتحطم عليها. خلنا كم الطريق. ربنا يقدرك حاج إن شاء الله. ولا يهمك حاج إن شاء الله. ناشد من منبر الجزيرة بعادة فتح المراكز الصحية في شرق خان يونس منطقة معن والفخاري ومنطقة معن وحي المنارة وجرة اللوت. حتى جرة اللوت فيها بندر لخان يونس. لكن منطقة معن بالذات لم يتوفر فيها أي عيادة طبية لحتى الآن. وهذه المشكلة الكبيرة. كثير بنعاني منها. حتى أن أي مصاب أي جريح أي مريض معاناة كثير. حتى يمكن قبل كم يوم كان عندنا في ناس مصابين وهيك تغلق يمكن ثلث ساعة لما أجى الإسعاف نقلهم. في اللحظة هذه كانت الناس ماتت. في اللحظة هذه في ناس فقدت أرواحها في الثلث ساعة هذه من قارب من 20 دقيقة لما أجى الإسعاف. ففي اللحظات هذه فقدت السيد روحها اللي كانت تنتظر.
ربنا يجنبكم كل مكروه. شكرا، بارك الله فيكم، طول العافيه. شكرا جزيلا لكم، ان شاء الله هذا الصوت يكون مسموع. طبعا كما نشاهد بهذا الشكل، لا نقول بأن الحاجة أم الاختراع، لكن مجبر أخاك لا بطل، هذا هو الواقع الذي تعيشه مثل تلك العائلات التي لا تستطيع أن توفر بهذه العربات المتنقلة لأولئك من ذوي الاحتياجات الخاصة أو من يتعرضون لإصابات مثل ما تتعرض له هذه الحاجة المسنة بهذا الشكل. علاء سلامة لقناة الجزيرة مباشر من مستشفى الكويت التخصصي بمواسي خان يونس جنوب القطاع.